السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ريب فراكشرز. ريب فراكشرز ده مهم قوي يا جماعة، لأنه الكومانست شيست انجري. نبص ليه يا جماعة الحكاية دي بتحصل ليه؟ ده فراكشر، وزي ما أنتوا عارفين الإيتيولوجي أوف أني فراكشر مينلي تروما. والتروما زي ما خدنا في الأورثوبيديك بتحصل إزاي؟ يا اما دايركت تروما يا اما اندايركت تروما. يعني ايه دايركت تروما؟ واحد يتخبط في مكان فيحصل له فراكشر في نفس المكان. فمثلا العيان ده هو اتخبط هنا، هو الخبطه ده هي راحت عامله فراكشر في نفس المكان اللي اتخبط فيه العيان، فدي يتقال عليها دايركت تروما، ودي خطر قوي. ليه؟ لان الخبطه ده هي بتكسر الريبس، وفي اتجاه الخبطه الريبس ده هي هتتحرك. مكان الكسر ده بقى المشرشر اللي عامل زي السكينة، اتخبط العيان وكسرت الريبس، والريبس المشرشرة دي هتخش لجوه، تخش لجوه ناحية مين؟ ناحية الفيسرا. فيبقى فيه very common associated chest injuries، لأن الريبس دي driven inward جوه الصدر، فتعمل لك بقى contusion ولاسريشن في اللنج والانترنال ستراكشرز. في عندنا مدام قلت بقى في دايركت تروما اللي هي دي، في اكيد اندايركت تروما زي الاخ ده. اندايركت تروما ده واحد هيتخبط في مكان، اتخبط اهو هنا اهو من قدام، اتخبط بدريكسيون العربيه، حصل انترو بوستيرو كومبريشن للثوراسيك كيج. اما يحصل انتروبوستيرو كومبريشن للثوراتيك كيج، هتبص تلاقي الريبس دي هتفرقع في الحته دي. فواحد اتخبط من قدام، وهتبص تلاقي الريبس فرقعت عند الحته دي اللي اسمها انجل اوف ذا ريب. الخبطه في مكان والفراكشر في مكان تاني خالص، يبقى دي اسمها اندايركت تروما، ودي مش خطر. ليه بقى؟ لان الريبس وهي بتفرقع مكان ما الريبس اتكسرت، الكسر ده بيبقى driven outward بعيد عن الانترنال فيسرا، وتلاقي بالتالي الفيسرا الانجري هنا رير. في عندنا حاجه نادره بقى قوي، دايما اي كسر بيكون نتيجه دايركت تروما او اندايركت تروما او باثولوجيكال فراكشر. باثولوجيكال فراكشر دي عظمه الكسر لوحدها من كتر ما هي ضعيفة خالص. الريبس ازاي ممكن تبقى ضعيفة خالص؟ في الناس العواجيز في الثمانينات بقى والتسعينات الريبس بيبقى فيها أوستيوبوروزيس، وممكن الراجل العجوز اللي مكحكح ده في الثمانينات أثناء كحة جامدة ولا حاجة نتيجة كونتراكشن أوف ماسلز اللي ماسكة في الريبس، تلاقي الريبس دي فرقعت. فدي بتكون muscular violence نتيجة osteoporosis في الأولد إيج، زي مثلا سيفير كف والريبس فرقعت، ودي تعتبر some sort of pathological fracture. ففراكشر ريب هنا هون زي أي فراكشر في الدنيا نتيجة تروما أو pathological، والتروما قد تكون direct تروما اللي واحد بيتخبط في مكان ويتكسر في نفس المكان، أو indirect تروما واحد يتخبط في مكان وتتكسر العظمة في مكان تاني خالص. والدايركت تروما هي الأخطر، عشان العظم المشرشر المتكسر ده بيتزق لجوه ناحية الفيسرا يعمل لك فيسرال انجري، بينما الاندايركت تروما العظم بيفرقع بعيد عن الفيسرا فما يحصلش فيسرال انجري. يا ترى العيان ده هو بقى باثولوجيكالي الريب فراكشر هتتقسم لإيه؟ بتقسم الفراكشر ريبس إلى حسب، هو الريبس اتكسرت في مكان واحد ولا في أكتر من مكان؟ فممكن يحصل isolated simple rib fracture. الisolated rib fracture ده هي أو simple rib fracture ده fracture في rib أو أكتر في مكان واحد single site of fracture زي دي كده هو. فده يتقال عليه isolated simple rib fracture، ودي الحمد لله جات بسيطة، جات بسيطة بمقارنتها للي جاي. ايه اللي جاي دي بقى؟
دبل ريب فراكشر. دبل ريب فراكشر يعني كسر في مكانين فأكتر من 3 ريبس. فمالتيبل ريبس وفيها مالتيبل فراكشرز دي يتقال عليها دبل ريب فراكشر. الحكايه دي بقى خطر قوي يا جماعه، وعشان خطر قوي اللي فاتت اللي هي فراكشر في وان سايت دي قالوا عليها سيمبل، جت بسيطه، لان اللي جايه دي بقى ما جاتش بسيطه. دبل ريب فراكشر يعني مالتيبل فراكشر في مالتيبل ريبس، دي غالبا بتكون نوع اسمه فليل شيست. الفليل شيست ده هي فيري فيري دينجرس وبيكون فيها فراكشر فاكتر من 3 ريبس في 2 سايتس. ينتج عن ذلك ايه؟ طبعا الريسبيريشن بتاعنا يا جماعه والنجاح بتاع الشيست بتاعنا كله والفانكشن بتاعته كلها قايمه على الانتجريتي اوف ذا ثوراسيك كيج. الثوراسيك كيج ده كله بيتحرك كوان يونت، تناغم فظيع. الشيست يا جماعه طالع كله مع بعضه during inspiration، والشيست اللي طالع دون يعمل لك نيجاتيف بلورال بريشر. النيجاتيف بلورال بريشر يعمل اكسبنشن لللنج، تسحب الهواء من الخارج، والهواء اللي داخل ده مليان اكسجين، يحصل جاس اكسشينج جوه اللنج ويتملي الدم بالاكسجين. بعديها الشيست وول ده كله في تناغم ينزل لتحت يضغط على اللنج عشان اللنج ده هي تطرد الهواء اللي مليان كربون دايوكسيد لبره، وتستمر هذا التناغم وطول عمرنا قاعدين بنعمل احلى ريسبيريشن في الدنيا شكرا للمولى عز وجل على نعمته. دلوقتي بقى للاسف لو في يا جماعه جزء فليل شيست، فليل يعني ايه على فكره؟ سايب. ده في جزء يا جماعه سايب فريلي موبايل بيتحرك من غير تناغم، ده بالعكس ده نشاز في الموفمنت بتاعته. ازاي نشاز؟ الشيست وول كله طالع during inspiration، ده منظر الشيست during inspiration. الشيست وول كله طالع، تبص تلاقي الفليل بارت السايب ده راح داخل لجوه driven inward. و during expiration الشيست وول كله نازل، الفليل بارت ده وان تبص تلاقي راح مطرود لبره وطلع لبره، بيتحرك عكس الثوراسيك كيج وعكس الطبيعي. على فكره يا جماعه اي حاجه عندنا في الطب عكس الطبيعي بيتقال عليها بارادوكسيكال، فبارادوكسيكال يعني عكس الطبيعي. فالفليل بارت ده يعني الجزء السايب ده موفز بارادوكسيكال وذ ريسبيريشن، يعني عكس الثوراسيك كيج وعكس الريسبيريشن الطبيعي. هتقول لي وايه يعني؟ ما يحصل اللي يحصل. لا مش ايه يعني بقى، ما الجزء اللي سايب دون وكنا هو بيتحرك عكس الطبيعي ده كده هو بالمنظر دون بيعمل نيوتراليزيشن لأي تشينجز في البريشر في البلورة على الناحية اللي فيها الانجري، ودون بالتالي هيمنع الجاز اكستشينج في اللنج اللي ناحية الانجري عادي. طب وايه؟ ما انا عندي اللنج التانية. لا ما عندكش اللنج التانية، فانت الجزء السايب دون بيعادل اي تشينجز في البريشر في الناحية اللي افكتد وانترفير ويز جاز اكستشينج في الناحية اللي افكتد. وفي الناحية العكسية ليه بقى؟ لان الهواء هتبص تلاقيه ما بيتجددش. الهواء يا جماعة بيتحرك زي البندول، دي بيتقال عليها بندولوم ريسبيريشن، بيتحرك من اللنج الديزيز لللنج الهيلسي ديورنج انسبيريشن، ويروح متحرك من الناحية الهيلسي للديزيز ديورنج اكسبيريشن. ويبقى كده بالمنظر ده حتى اللنج اللي حلتي بتتملي بنفس الهواء اللي very rich in carbon dioxide
and deficient in oxygen. وده كده وان كمان هيضر الجاز اكسشينج على الناحيه الهيلثي. طبعا كلكم هتقولوا ليه بيحصل كده هون؟ لان during inspiration اللنج الهيلثي المفروض بتشفط هواء. في نفس اللحظه اللي اللنج الهيلثي بتشفط هواء، الجزء الفليل دون السايب راح داخل لجوه، ضغط على اللنج اللي ناحيه الديزيز ناحيه الفراكشر، فاللنج اللي ناحيه الفراكشر بتطرد هواء اثناء الانسبيريشن في نفس اللحظه اللي بتشفط هواء الناحيه الهيلثي، فتلاقي الهواء راح متحرك من ناحيه الديزيز اللي هي ناحيه الفراكشر للناحيه الهيلثي during inspiration. ويحصل ايه during expiration؟ during expiration الناحيه الهيلثي طبيعي بتطرد هواء، في نفس اللحظه اللي الناحيه اللي ناحيه الفراكشر هيحصل ايه؟ الجزء الفليل ده هيطرد لبره، هيطرد لبره، فيحصل some sort of negative pressure على الناحيه diseased، فتشفط هواء في نفس اللحظه اللي اللنج الهيلثي كانت بتطرد فيه الهواء. وهنقعد نلعب بقى ان شاء الله during expiration الناحيه الهيلثي تبعت الهواء للناحيه diseased، وديورنج انسبيريشن الناحيه الديزيز تروح مرجعه نفس الهواء للناحيه الهيلثي. وعشان كده هو اللنج الهواء اللي فيها ما بيتجددش، و very rich in carbon dioxide ورich in carbon dioxide وديفيشنت in oxygen. وعشان كده هو هتبص تلاقي البندورم ريسبيريشن ده وان انترفير ويز جاز اكسشينج. طبعا العيان ده هو العيان ده هو كمان اللنج اتضربت اشد الضرب، عشان معقول في فليل شيست واللنج اللي تحتينا سليمه؟ لا ده اكيد في اسوشيتد لنج كونتيوجن ولنج لاسيريشن، كدمات في اللنج، وكمان اللنج دي متقطعه، واللنج المتقطعه دي طبعا بديهي انها ممكن تعمل لك كمان اسوشيتد نيموسوركس وهيموسوركس اللي يضغط على الريليتد لانج ويعمل لك كولابس اوف ذا لانج، فده ينترفير ويز جاز اكسشينج ويعمل لك ريسبيراتوري فيلير. مش كده وبس، هو انت اللي حيلتك عايش بايه؟ بريسبيريشن وخلاص حصل له فيلير، وعايش بسيركيوليشن اللي هيحصل له فيلير. ليه بقى؟ لان يا جماعه مع تغيرات الضغط هنا هون الميدياستاينم زي ما انتم عارفين اللي هي الماس اوف تيشو اللي ما بين التو لانجز، الماس اوف تيشو اللي ما بين التو لانجز هتبصوا تلاقيها بتتحرك مع الهواء ومع تغيرات الضغط، واثناء الانسبيريشن الهواء بيمشي من ناحيه الديزيز للناحيه الهيلثي، والميدياستاينم كله يتحرك ناحيه الناحيه الهيلثي، والعكس ديورنج اكسبيريشن البندولم ريسبيريشن الهواء رايح من ناحية الهيلثي للناحية الديزيزد ومعاه الميديا استاينم، فالميديا استاينم ده كله قاعد بيتحرك from side to side during inspiration و expiration، ودي اسمها ميديا استاينال فلاتر. وعلى فكرة الميديا استاينال فلاتر ده بيعمل impairment of venous return to the thorax، مع الحاجة طبعا المهمة جدا ان انت هو نتيجة الجزء السايب ده النيجاتيف ثوراسيك بريشر على الناحيه اللي فيها الفراكشر فقد. وانتم عارفين ان النيجاتيف ثوراسيك بريشر ده مهم جدا عشان الفينوس ريتيرن للثوراكس، فالعيان ده هون كده هون برضو الفينوس ريتيرن للثوراكس هيقل عشان احنا فقدنا النيجاتيف ثوراسيك بريشر ناحيه الناحيه الديزيزد، وديكريز فينوس ريتيرن للناحيه اليمين من الهارت، هيقابله جود كاردياك اوتبوت على الناحيه الشمال. ما هو الفينوس ريتيرن اللي جاي على اليمين هو اللي بنعمل له كاردياك اوتبوت على الناحيه الشمال، فديكريز فينوس ريتيرن على الناحيه اليمين هيسبب ديكريز كاردياك اوتبوت على الناحيه الشمال، وده يسبب سيركولاتوري فيلير. وعشان كده هو الفليل شيس دون فيري دينجرس، يسبب ريسبيراتوري اند سيركولاتوري فيلير، ولو ما تلحقش العيان ده بسرعه ممكن ده يسبب الدس. في عندنا كمان
الدبل ريب فراكشر ده في الفليل شيست اللي هو الجزء السايب، وفي نوع منه اسمه ستوف ان شيست ده فليل شيست، بس الجزء السايب ده دخل جوه الشيست واتحشر جوه. ستوف ان يعني يا جماعه المشفوط اتشفط لجوه وما بيتحركش كده زي الفليل بارد، وده على فكره اهون. الستوف ان شيست اهون لانه ثابت ما بيتحركش وعادل اللي تشينجز في البريشر ويضر الريسبيريشن، بس هو طبعا خطر من ناحيه ثانيه. الستوف ان المحشور ده جوه محشور ليه؟ محشور لانه خلاص محشور جوه الفيسرا، راشق في اللانج تيرز المتقطعه جوه وفي الفيسرا المتقطعه اللي جوه، والجزء ده كولابس دخل جوه وما بيتحركش. فهو دبل نيب فراكشر وفليل بارت، بس فليل بارت بقى مش سايب، هو جزء سايب بس غرز جوه الشيست وما بيطلعش. ونكمل ان شاء الله الريب فراكشر في الفيديو الجاي ان شاء الله. Thank you for good listening and good luck.